الخير، كيف حالنا؟ في حالنا اليوم رح نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وتحديداً رح نحكي عن قتل النساء. ليش بسنة 2017 بعدنا بنحكي عن قضية قتل النساء؟ لنحكي أكثر بتوسع هذا الموضوع معنا اليوم ليندا خوالد، ناشطة نسوية من جمعية نساء ضد العنف. أهلا وسهلا فيكي. ومنال شلبي، ناشطة نسوية رئيسة جمعية أذار. أهلا وسهلا فيكي. أهلين فريدة. إحنا في سنة 2017، أنا يعني بتسأل ليش بعدنا نحكي على موضوع العنف ضد النساء وبعدنا نحكي على قضايا قتل النساء. منال، ليش لازم بعدنا بهذا الوقت مع كل التقدم اللي إحنا عايشين فيه نحكي عن هاي المواضيع؟ لأنه ظاهرة قائمة، يعني مجبورين دلنا نحكي يعني نعالج الظاهرة ما دامت قائمة، يعني إحنا ما بنقدر كمان نتجاهل هذه الشغلة. الشغلة الثانية إنه كل موضوع العنف والتنكيل والاعتداءات الجنسية ما إلها علاقة في التقدم المجتمعي، يعني قد ما يتقدم المجتمع، ما بيقول إذا بتقدم المجتمع من ناحية نعرف من ناحية المظاهر التي يعني تكون في المجتمع، بقولش إنه هذا بيقضي على ظاهرة العنف، لأنه ظاهرة العنف عمليا هي ظاهرة لها علاقة في كل ما يتعلق في العلاقات القوة الموجودة بين الرجال والنساء في المجتمع بشكل عام، وبشكل عام يعني العلاقات القوة الموجودة بين الناس بشكل عام. العنف اللي هو متزايد بكل أشكاله، تماماً يعني كل العنف بالضبط اللي موجود، علاقات القوة الموجودة كمان بين رجال ونساء، بين عائلات كبيرة، بين حمائل، وإحنا مؤخراً بنشوف كتير مظاهر العنف اللي هي بالمجتمع كلها، انتشار السلاح، انتشار الجريمة، انتشار العنف، هذا شيء مؤسف. فمجبورين إحنا نضلنا كأنه إحنا الوحيدين، أنا حاسة إنه إحنا الجمعيات اللي النسوية هي كأنها الحارس على هذا الموضوع، بس مجبورين كمان نجند ونحشد كل المجتمع حتى يقدر كمان يأخذ دور أكثر. بس إحنا بنحكي عمالنا على إنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة هو يوم عالمي، هو مش يوم محلي لقيم يعني فقط في بلادنا أو فقط الجمعيات النسوية اللي هي ناضلت لأنه يكون هذا النهار. ليش كان في هذا الذكرى وكيف أقيم هذا النهار؟ يعني ليندا، من خبرتك من معلوماتك. يعني أفكر هيك بديتي بسؤال اللي كمان هيك حطنا بمحل إنه للأسف إنه اليوم إحنا مش بس بتزايد وتفاقم حتى لحالات العنف، العنف مستشري بجميع أشكاله بجميع أنواعه بمجتمعنا، إذا كان العنف الأسري، إذا كان العنف المجتمعي، حالات القتل، حالات يعني تقريبا مش عم بمرق يوم بدون ما نسمع عن حالات رمي بالرصاص أو طعن أو كمان عمليات عنف وكمان قتل للنساء. يعني احنا اليوم بنحكي من سنة 2007 لليوم لل 2017 عندنا 100 ونساء ثنتين قتلوا خلال هاي المرحلة، بفكر هي نسبة جدا جدا عالية. لحد اليوم من بداية السنة 8 نساء قتلوا، نساء عربيات، نساء عربيات. انا بحكي عن نساء طبعا بحكي عن نساء عربيات، نساء عربيات 8 من بداية السنة في الداخل، في الداخل. يعني عندنا نسبة بين 50-60% من مجمل حالات القتل بإسرائيل هن حالات قتل لنساء. فبفكر هي نسبة جدا عالية، واللي طبعا هاي يعني كل الوقت الجمعيات النسوية والحركة النسوية بعملها منذ البدايات من التسعينات، وهي تنوه إنه العنف ضد النساء عمليا إذا ما بيكون في عمليا وقف له، إذا ما بيكون في تصريح واضح بمنع والعنف ومناهضته ضد النساء، فهذا عمليا رح يعني رح ينعكس على كل حياتنا المجتمعية. إذا كان كمان عنف كيف ذكرت منال بين العائلات، وإذا عنف عمليا، وهذا اليوم الوضع اللي إحنا وصلنا له، بفكر بآخر 10 سنين هيك عم بيكون في عمليا ازدياد وتفاقم بحالات العنف. واللي طبعا الذكرى هاي هي يعني هو يوم عالمي، البدايات تاعته كانت في امريكا، مقتل الحركات النسويه بالضبط عاملات النسيج، ووقتها كان في من يعني هاي الذكرى بديت عمليا من وقتها اللي صار في لها تجديد كل سنه. بس الإشي المنيح لليوم كمان هيك عم نلحظ وعم نوقف لعنده، يعني طرح الموضوع بالاعلام، دعوتكم لنا اليوم، نقاش مثل هاي المواضيع عم بتكون على الاجنده اليوميه بالراديو، بالمواقع المختلفه،
بفكر هذا محل اللي هو جدا مهم واللي بحتم علينا اليوم كمان اللي يعني هذا المحل اللي عم بخلينا عم بخلي انه في تغيير لو بجزء بسيط يكون. أيوه. بس على الاقل الموضوع مطروح موجود على الاجنده اليوميه. حكينا شوي صغيره على كل قضايا يعني حركات النسويه، وانا هون يمكن الوقت اني شوي صغيره اسمع وتحكي لجمهور يا منال مين هي جمعيه آذار وليش احنا في مجتمعنا كنا بحاجه لجمعيه مثل جمعيه آذار. احنا بجمعيه آذار يعني احنا مجموعه بلشنا هيك من هذا المحل انتهت فيه ليندا، بدي اكمل يعني انه يعني نتساءل ليش كنا كل الوقت احنا مجموعه من الخبراء والاخصائيين النفسيين واخصائيات نفسيات والمهنيين، انه شو السبب انه الظاهره بعد مستمره لهي الدرجه. يعني كان في حركات وجمعيات ومكاتب خدمات اجتماعيه واطر مختلفه بتعالج ظاهره العنف، بس ظاهره القتل ما زالت مستمره على اساس جندري. يعني مش بس يعني احنا كثير حريصين وحذرين انه احنا بس منقولش انه في عنف كثير عام في المجتمع وفي ناس عم تنقتل وعشان هيك في نساء عم تنقتل، لا احنا دائما نقول وحريصين وحذرين نقول انه في قتل يميز موضوع النساء. يعني في عمليه تنقتل على اساس انها امراه لكونها امراه لكون سلوكيات معينه مش مقبوله على المجتمع على زوجها على العيله الموسعه على العيله المصغره، ففي قتل اللي هو بخص النساء. يعني حتى لو في اليوم ظاهره قتل واللي هي خطره جدا انا حسب رايي، هذا ما بيقول ما بيعطي شرعيه انه في وما ما بيستر على كل قضيه قتل النساء. قتل النساء انا حسب رايي لازم تاخذ حيز، يعني عم بتقول انه لازم يتم فصل ما قد بين قضيه طبعًا. قتل النساء لحال طبعًا. وقضيه طبعًا. العنف العام هي ظاهره موجوده دائما ومستمره. يعني حتى لو ما كانش يعني في تاثير طبعا يعني حتى لو ما كانش في انتشار لظاهره العنف بشكل عام في المجتمع، كل وقت كانت الظاهره تنبع من كل قضيه ايش شو بسموها هي مراقبه سلوك النساء، مراقبه تصرفاتها، مراقبه الاشياء اللي بتعملها، تعليمها، ممارسات قمعيه للنساء اللي موجوده كل الوقت في المجتمع، انتهاء طبعا بحالات قصوى وخطره جدا اللي هي قتل النساء. أيوه. فعمليا الظاهره موجوده قبل ما توصل للقتل، واحنا كاخصائيين يعني كثير كان عندنا قلق شديد جدا من هاي الظاهره، انه كل الفتره اللي عم نشتغل فيها وكل العطاء اللي بنعطيه وكل الاطر اللي موجوده كمان وبتشتغل، لا طب شو السبب انه الظاهره بعدها مستمره؟ فقلنا مستمره وفي تزايد كل الوقت. في تزايد بعرفش إذا هي في تزايد، يعني كمان يعني هاي السنة قتلوا 8 طبعا مناش نعد أعداد، بس يعني السنة الماضية قتلوا 11-9 بهاي الفترة من يعني وقت احنا بعد ما انهينا السنة كان 16 يعني مش بالضبط في تزايد. أما مظاهر العنف قبل القتل حتى بلاش نحكي عن القتل، بس يعني إنه مظاهر العنف كلها ضد النساء مازالت قائمة بشكل كبير. فإحنا أدار مجموعة مهنيين قلنا تعالوا نعمل إشي، تعالوا نعطي الأدد فاليو تبعنا القيمة المضافة تبعتنا لكل اللي بنعمل. يعني احنا قلنا بدناش نشتغل بس فقط مع النساء او مع الرجال ومع الاطفال، تعالوا نشوف حلقه معينه اللي يمكن تكون مفقوده اللي احنا ولا مره وصلنا لها كيف لازم، يعني ممكن تكون مهمله بين قوسين اللي ما اخذت اجوبه كيف لازم وما بتاخذ اهتمام كيف لازم، وهن شريحه المهنيين والمهنيات اللي بيشتغلوا مع النساء مباشره، اللي بيشتغلوا مع النساء المعنفات والنساء صحيح. اللي هن في خطر للتعرض للقتل مزبوط، اللي هن بيرافقوهن باليوم يوم بيعرفوا حالاتهن، اللي هن في حالات معينة بيقدروا ياخذوا قرار اللي بيمنع قتل المرأة أو اللي بيساهم إنه يحميها، أو بيقدروا يعملوا تقييم خطوري في حالات معينة، خطورة اللي في حالات معينة اللي بتقدر تنقذ المرأة أو الطفلة أو طفل يعني في البيت اللي بتعرض لعنف. فقلنا تعال نشوف، وفعلا لما بلشنا نطلع على الميدان شفنا قديش في حاجة كبيرة لدى المهنيين إنه يكون في إطار اللي يحوي مخصص للمهنيين مخصص لإلهن، يعني مش بس إنه هن كمان تنسيش إنه العمال الاجتماعيين نفسهن يعني بتواجدوا بشكل مكثف مع العائلات اللي عندها عنف، فهن بنفسهن بحاجة كمان لمرافقة نفسية. طلع السيرورة اللي بمرقوها العمال الاجتماعيين تشابه السيرورة اللي تمرقها المرأة المعنفة تماما، يعني في عمال اجتماعيين حكوا عن شلل، خوف، عجز، شعور بالعجز، فهاي الشغلات كلياتها يعني عمليا المعالج والمعالجة تقريبا بمرقوا نفس السيرورة اللي بتمرق فيها المرأة المعنفة وما بيقدروا يحكوا لحدا. أيوة. فإحنا أجينا حتى نقدر نغطي هاي الفجوة، بتأمل إنه إحنا نقدر إحنا شوي شوي عم نشتغل على هذا الموضوع، إحنا عنا مجموعة كبيرة كيف جدا. كيف بتتم الخدمات؟ يعني كيف العامل الاجتماعي بيصل لعندكم عشان يحصل على الخدمة؟ إحنا يعني reaching out، إحنا بنطلع على برا، إحنا بنوصلهن، طبعا عملنا قطريا، يعني إحنا بنحكي قطريا في كل
قطريا مؤخرا في فكره كمان انه نبلش نشتغل مع العمال الاجتماعيين اليهود في الوسط اليهودي، لانه كمان في حاجه كثير كبيره. رح نبدا في الليد يعني قريبا نشتغل مع عمال اجتماعيين في مركز علاج العنف، اللي هي يعني مركز اللي بيحوي يهود وعرب كمان مش بس عرب. فعمليا الحاجه موجوده بشكل كثير كبير يعني. وهي الخدمه تعطى فقط لفلسطيني الداخل ولا كمان تعطى للفلسطينيين في الضفه والقطاع وفي غزه؟ هل في تفكير كمان متفتحين لكل شيء اليوم؟ يعني نتحدث يعني في مبادرات هيك، في أحلام في لا مش أحلام بالمرة، بالعكس يعني في طلب حتى توجه لإلنا إنه نشتغل مع رام الله وغزة، نعمل إشي تشابكي ومشترك. حلو. وعم نفكر إنه يعني بالعكس إحنا بنفكر إنه يعني إحنا ممكن كمان نجيب الخبرات تبعتنا مع المهنيين في الضفة ورام الله وغزة، اللي كمان يقدروا كمان هن يضيفوا من خبراتهن ونقدر نعمل التشبيك هذا ومساعدة. من لاحقا رح نحكي ونعمل المقارنة ما بين فلسطيني الداخل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بس إحنا هيك بدي حابة نكمل بما أنه تعرفنا على آذار. جمعية نساء ضد العنف جمعية صار لها 25 سنة، وبال 25 سنة كان في لها العمل الكثير. كتير بهمني تعرفي جمهور ليندا على أهداف جمعية نساء ضد العنف، وتعي نتركز أكثر في القضايا الأخيرة اللي عملها تشغل بال جمعية نساء ضد العنف. هيك الجمعية أسست أو بداياتها كانت من 92، اللي أسسوها طبعا مجموعة نساء اللي كانوا غيرات على قضايا النساء، والهدف الأساسي كان هو إخراج كل موضوع العنف من الحيز الخاص للحيز العام، على إنها قضية اللي بتعاني منها النساء بشكل عام، مش امرأة بمنطقة معينة أو بقرية بمدينة أو بمكان معين. الإشي بدأ بالأساس بإنشاء، الهدف الأساسي كان بالبداية هي إنشاء أكثر الخدمات للنساء، توفير الخدمات للنساء المعنفات، وهيك تأسس مركز المساعدة عمليا أول مشروع للجمعية. واليوم المركز عمليا بيشتغل لمدة 24 ساعة بكل موضوع تقديم الدعم والمساندة والمرافقة لنساء وفتيات اللي هن عمليا ضحايا عنف واعتداءات جنسية. بقلب المركز في عدة مشاريع اللي فيه كمان عمليا مرافقة الضحايا بالإجراءات الجنائية اللي إحنا بنرافقهن من أول ما تتقدم الشكوى، أو حتى بكل موضوع البلبلة في تقديم شكوى والمسار والأثمان والربح والخسارة بكل هذا المسار، مرافقتها بكل الإجراءات. بهذا الجانب إحنا بنشتغل إقبال الضحية بدعم ومساندة، وعمل إقبال عملياً المهنيين إذا كان محققين إذا كان نواب عامين وقضاء. خلينا أقول بالسنوات الأخيرة، بآخر 5 سنوات إحنا نجحنا إنه كمان الشغل يكون، وبأكد أهمية العمل اللي حكت عنه منال، إقبال المهنيين. فشغلنا بالمشروع بكون إقبال المحققين، إقبال النواب العامين، وإقبال القضاء باستكمالات. لليوم إحنا نجحنا نعمل استكمالين عمليا للنواب العامين بما معنى تغيير مواقف، تغيير بالزبط. اتجاه، تغيير نظرة اجتماعية، يتعرفوا علينا أكثر. أيوة. كمجتمع عربي يتعرفوا أكثر على القضايا، على الخصوصيات طبعاً. يعني بسمع من حديثك ليندا وكأنه في نوع من فكر مسبق عند المحققين والعاملين طبعاً في القضاء طبعاً تجاه قضايا طبعاً النساء طبعاً العربيات في الداخل طبعاً، وكأنه في إسقاط على كل موضوع العنف الداخل العائلي بمفاهيم اجتماعية أكثر. فهذا عمليا يعني المسار نفسه هو مسار جدا صعب، مسار اللي الإنسان بتشعر فيه بغربة جدا كبيرة. إحنا مش كتير ناس اللي متعودين إن نفوت على مراكز الشرطة، نفوت على المحاكم، هذا المحل بالنسبة لنا غريب. فوق عن كل هذا طبعا في يعني في عدم ثقة، في عدم ثقة للنساء بيحكوا عنها، في عدم ثقة مع الجهاز نفسه. طبعا هذا مبنى مش بيوم وليلة، إنما نتاج عدة بالسنوات الأخيرة بعد أحداث أكتوبر، بكل موضوع هدم البيوت، تعامل الشرطة بالمظاهرات، القمع اللي بيكون، يعني في سلسلة للوضعية اللي إحنا اليوم موجودين فيها. يعني الغربة والخوف والقلق، تنسيش كمان الضغوطات اللي بتكون كمان من العيلة بكل موضوع عدم تقديم الشكوى والشرطه والوصول للشرطه وللمجرى الجنائي. في عده ضغوطات ممكن تكون، واللي هي اجتماعيا
يعني بدي اربطها مع التنشئه الاجتماعيه طبعا. اللي احنا يعني مش عمالنا خلينا نقول نستغرب بانها موجوده اللي هي لها تاثيرات على هذا التردد وهذا التخبط للمراه انها تصل اكثر على مراكز الشرطه وانها يكون عندها ثقه بالقضاء والثقه انه عن جد في حدا يساعدها ويساندها ويوصل يعني يحصلها حقوقها بالضبط. فيعني بهذا المحل كثير الشغل بيكون باستكمالات وايام دراسيه لإقبال المحققين إقبال بمنطقه الشمال اكثر باخر 3 سنين كمان نجحنا للاستكمالات للقضاء. فاليوم بفكر هذا كمان كان هيك محل اللي هو جدا مهم ليندا يعني في تقبل من قبل القضاء وانهم يحصل يعني طبعا. يصلوا له او انه ياخذوا الاستكمال ويسمعوا يعني اليوم هذا محل اللي احنا كمان كثير فخورين فيه انه احنا كل الوقت كنا هيك بملاحقه الموضوع بمتابعته انه القضاء اللي كمان رجال اللي هن مزبوط مهنيين باعلى درجه ممكن يكونوا من المهنيه بس هن من ناحيه مواقف من ناحيه المعلومات والادراك اللي هن بيعرفوا عنا بفكر انه يعني في 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 إيه في عنا إيش نضيف لهم في عنا إيش يحكوا نحكي لهم في كيف يتعرفوا علينا على خصوصياتنا. بفكر بكل موضوع الصدمة النفسية وتأثيرها وليش الإنسان بتوصل تتشكى وبعد بيوم أو لا بعد بأسبوع بتتراجع أو بتتذكرش كل المعلومات بتتذكرش كل التفاصيل بتتذكرش مرات أهم التفاصيل إن يعرفوا هاي المعلومات من ناحية مهنية بفكر لإلهم كمان بساعد لأنه الهدف تبعهم والهدف تبعنا مشترك يعني هدف هاي الإنسان إنها بالآخر قضيتها توصل وتتلقى خلينا نقول الحكم العادل اللي هي كمان بدها تعاقب هذا الإنسان بدها تعاقبه بشكل قانوني فهي بهمها إنه بهمها إنه قضيتها تكمل للأسف مع إنه كلياتنا بنعرف إنه 89% من قضايا العنف ضد النساء الملفات تغلق. رح نرجع نتوسع في هذا الموضوع بس اسمحوا لنا نطلع لفاصل ورح بعد الفاصل نرجع نتوسع.